الفقرة دي من الحلقة اللي اسمها مسؤول على الهواء بين قوسين وزارة وزير عشان محمد هاني ما يتضايقش، اسمها اسمع كلامك. باختصار شديد جدا المسؤول بيجي يقعد على الكرسي كده قدامي، وهو كان ليه تصريحات قبل كده، لسانك حصانك، لسانك حصانك، بنعرضها له وهو يقول رأيه. يلا وانا اسمع كلامه، اعرضوا يا شباب. أول حاجة معانا، أول تصريح في جريدة الجمهورية يوم 5 يوليو 2013 كان تصريح لحضرتك بتقول فيه: أشرف العربي نقطتين، شهادة للتاريخ، قطر ساعدت مصر دون مقابل. سؤال بقى، هو في حد بيعمل حاجة بدون مقابل؟ لا، الحقيقة كانت أنا بمنتهى الوضوح السنة الماضية، أنا ما ليش أي حسابات سياسية، ما عرفش يعني بيدي ده ليه أو بيعمل إيه، لكن بمنتهى الوضوح كان أكبر دولتين داعمتين لمصر خلال العام الماضي هي قطر وتركيا بمنتهى. طب هل نسمع ده إن هي دلوقتي يعني ساعد وده اتغير وده اتغير بعد 30 6 وبالتالي معناه إنه ما كانش بيساعد مصر لكن كان بيساعد نظام معين؟ نعم. وده الحقيقة خطأ تاريخي، اعتقد ان الدولتين هيدفعوا ثمنه خلال الفتره القادمه، اللي هو دعم نظام وليس دعم دوله. طيب، في تصريح لحضرتك في جريده صوت الامه يوم 10 سبتمبر 2013 اشرف العربي يعترف كل اراء السياسيه غلط. الحقيقه انا طول عمري خايب جدا في السياسه، طول عمري يعني انا عايز اقول للساده المشاهدين ان حضرتك خريج كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، بس مركز قوي في الاقتصاد، انا راجل بتاع اقتصاد، انا بقول لهم ان انا عمري ما شاركت في حياتي في مظاهره، بس مش الوزير في الاصل لازم يكون سياسي؟ طبعا هو الاقتصاد ما ينفصلش عن السياسه الحقيقه. نعم. الاقتصاد كله سياسه، يعني الاقتصاد كله سياسه، لكن انا عموما في ارائي السياسيه لما بقول رايي في شخص على الصعيد السياسي غالبا ما بيطلعش صح. خلاص، خليني اروح لاخر فقرة في الحلقة، سؤال وثلاث اجابات. الاجابة الصح، جاهز معالي الوزير؟ جاهز بني. طب ركز معايا، خد قلم علشان تكتب ورايا ولا فيه معايا قلم. من وجهة نظرك استقالة اي مسؤول في الظروف اللي احنا فيها هروب من المسؤولية حق مشروع لا يجوز؟ لا، حق مشروع. يعني البرادعي لما استقال عادي؟ حق مشروع. طب ليه الناس عابت عليه؟ ناس كتير. وجهة نظر، كل واحد ليه وجهة نظر، هو اللي يتحمل مسؤولية القرار طبعا. أسوأ كوابيس المنصب الحكومي، خاصة لما يبقى مرتفع كده زي الوزير، الخروج بفضيحة ولا الناس عمرها ما بترضى عن الوزير ولا انتهاك الحياة الشخصية؟ يعني وانت قاعد على الكرسي يبقى لا، هو عدم الرضا الدائم عن المسؤول، يعني قليل، ان طبعا لان دايما الاحتياجات كتيره جدا، واللي بينجز بيكون مهما كان كتير هو قليل بالنسبه لحجم الطموحات والاحتياجات والتوقعات، وبالتالي بيبقى دايما المسؤول كده تحت ضغط ان هو مهما يعمل ما بيبقاش فيه رضا كامل عن الاداء. ولكن ده بعد بتعمل ايه علشان تهرب من الكابوس ده؟ ان انا بضاعف الجهد، احنا مش هنتكلم عن نفسي بس، لكن اي الحكومه واي مسؤول بيقسم قسم عظيم انه هو بيضاعف هذا الجهد، وما بننامش يعني، عمليا ما بننامش يعني، لكن طبعا في ظروف كتيره صعبه وبنحاول نواجهها يعني. طب ازمه مصر الاقتصاديه سببها فقر الموارد، سوء الاداره، التقصير؟ سوء الاداره 100%. دكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بيقول ان اللي مودي البلد دي في داهيه هو سوء الاداره. سوء الاداره من كام سنه؟ لا، من يعني انا ما يعني من اول ما وعينا على الدنيا، من صراحه انا شخصيا يعني علشان اكون واضح من اول ما وعينا على الدنيا بالظبط، ما حطيناش رجلينا على الطريق السليم في موضوع الاداره الحقيقه لحد دلوقتي. طب افضل ما يناسب مصر الان بقى وانا قاعد مع رجل الاقتصاد، فكر راسمالي اشتراكي ولا خليط بينهم؟ هو الخليط الحقيقه، هو يعني هو دلوقتي على فكره ده اصبح محسوم يعني في العالم كله، ان العداله الاجتماعيه هي القوه الدافعه للنمو الاقتصادي، ما تقدرش تعمل نمو من غير عداله اجتماعيه. وبالتالي التوازن ده، الخلطه اللي بين الراسماليه والاشتراكيه، اعتقد هي ده الخلطه المناسبه للمجتمع المصري. ازمه الدوله مع الاخوان شايف تنتهي ازاي؟ مصالحه ولا مطارده
ولا حرب أهلية؟ لا أعتقد أن أنت يعني مطاردة وحرب أهلية دي لا نتمناها أبدا، ولكن المصالحة على أسس السليمة هو ده اللي مطلوب أعتقد بتعرض ده في الحكومة الفترة القادمة. طبعا يعني أنا الحقيقة ده رأيي بشكل واضح جدا، ولكن المصالحة بمفهومها إن إحنا خلاص متفقين على خريطة الطريق اللي اختارها الشعب في 30 يونيو، دي نقطة بداية فاصلة ومحورية جدا، وهي اللي هتحدد الاتجاه. وجودك في حكومة هشام قنديل فخور بيه ندمان عليه؟ مهمة رسمية وخلصت. لا أقدر أقول فخور بيه، لأن أنا بمنتهى الوضوح مرة تانية خدمت مصر في هذه الفترة، والحقيقة يعني ضميري مرتاح جدا إن أنا أديت ما علي. أوكي. أكبر خطايا زمن مبارك الفساد، استغلال الإخوان كفزاعة، الدكتاتورية. الثلاثة ثلاث إجابات صحيحة. طب ومرسي؟ أكبر أخطائه؟ أكبر أخطائه يعني عدم استيعاب يعني مهمة رجل الدولة، يعني رجل الدولة ما كانش الحقيقة كانش في دماغه خالص الحقيقة، ما كانش مهيأ إدارة الدولة يعني. طيب لو الوزارة تعرضت عليك بعد انتخابات الرئاسة، ركز بقى كده ونشوف هنعمل إيه، هتقبلها؟ هترفضها بدون تردد؟ هتفكر؟ لا مفيش تفكير يا فندم، مفيش تردد، وطبعا هقبلها على طول. اي نداء لمصر بتطلب مني ان انا اكون موجود انا عمري ما اتاخر. الوزاره فيها اكل عيش كويس؟ منصب الوزير؟ لا فيها شرف، فيها احساس بالفخر انك انت يعني ان شاء الله التاريخ يذكر، وان اولادك ان شاء الله يذكروا بفخر ان والدهم ساهم في فتره تاريخيه في احداث شيء ايجابي للمجتمع، ده شرف عظيم. راضي عن اداء حكومه الببلاوي اللي حضرتك عضو فيها بنسبه ايه؟ جيد، مقبول، ضعيف؟ لا انا شهادتي مجروحه، انا هقول جيد طبعا يعني انا هقول جيد طبعا يعني. ما انت بتقعد مع المدام في البيت والاولاد وقرايبك يقول لك ايه الحكومه دي يا دكتور اشرف؟ بيشكروا فينا قوي على الاقل اللي انا عارفهم يعني انا عشان طيب هجوم الناس على الحكومه الحاليه ظالم منطقي متعودين عليه؟ متعودين عليه، بس انا اعتقد دي من الحكومات اللي هينصفها التاريخ بعد كده، يعني خلال الفترة اللي جاية الناس هتستشعر قد ايه الجهد اللي تم، وقد ايه الاصلاحات اللي تمت، وقد ايه الافكار السليمة اللي تم. يعني الحكم عليها متروك للتاريخ، التاريخ القريب وليس البعيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دكتور حازم الببلاوي رئيس حكومة الحكومة الحالية، رغم ان الرأي العام او قطاع كبير منه متحفظ على اداء حكومتك وهتسمى بالبط، لكن دكتور اشرف العرب بيقول لك التاريخ هينصفك انت وحكومتك. فكرة التأمر الكوني على مصر حقيقية مبالغ فيها، ولا أنت ما بتؤمنش بنظرية المؤامرة؟ لا هي مبالغ فيها، هي في مؤكد، ولكن قد يكون أحيانا بتستخدم يعني علشان نخبي على تقصير داخلي من عندنا، فنتكلم دايما على المؤامرات، لكن أنا أعتقد أن في مؤامرات، لكن المبالغة فيها ما أعتقدش أن ده سليم يعني. هتجيلي تاني بعد كده؟ انا دايما اكون سعيد اكون معاك يا زمهم. الحلقه خلصت، وارجو ان انت تكون مبسوط جدا. كفايه ان انا كنت معاك. الله يخليك، وعشان كل مسؤول كان شاف الحلقه دي ما يلاقيش لما ارفع عليه سماعه التليفون اقول له تعالى واجه الناس. فقرتي دي انتهت مع وزير الدكتور اشرف العربي، ويا ريت كل الوزراء يعملوا زي الدكتور اشرف العربي، ما يخافش من الناس، جه قعد واستمع للمواطنين وحصلت معاه مداخلات، وشعب بعد ثورتين ما ينفعش يكون قاعد بيتفرج على مسؤول في التلفزيون، لازم يجي يقعد ويقابل المسؤول وجها لوجه، وده ما بيحصلش إلا في البرنامج ده. نطلع فاصل.